مشاهدينا أينما كنتم، تحياتي من ملعب الإمارات، حي جميلة والطقس الصافي المشجع على مشاهدة مباراة ميثانية. سأسعد نصف من كابينة التعليق فريق الهلال السعودي في مواجهة البلوز تشيلسي. مباراة تكون مهمة لأنها تحضر الفريق للمباريات الرسمية، تجعل أيضا يكتسب الخبرات وتزيد من ثقته في حال حقق نتيجة إيجابية. أمال كبيرة على أن يتألق لوكاكو في هذا اللقاء. هو لاعب صاحب قوة كبيرة في الملعب، ما في كلام، القوة البدنية عامل مهم بالنسبة له في كرة القدم. اعتبر أرسن فينجر بأن قرار إنشاء ملعب الإمارات هو أكبر قرار في تاريخ النادي، خاصة بعد معاناة الفريق وعدم قدرته على تجديد ملعب الهايبري، ملعب الفريق القديم. أصبح من الضروري التفكير في حل آخر، وهو ما جاء عبر بناء ملعب جديد انتقل إليه الفريق في 2006 ليصبح معقل الفريق منذ ذلك الحين. انطلاقة المباراة عند تشيلسي. ماركوس ألونسو، كريستيان بوليسيتش يتجاوز الدفاع، ينطلق يتقدم فيها بدون رقابة. فريق لا يمل من التمريرات القصيرة والسريعة، إنهم لا يتركون الكرة. ضغط متقدم على الخصم، حكم يعطي الأفضلية للهلال. لعب ممتاز على الجناح من تشيلسي. الله على سلمان الفرج، شوف كيف كراها. الحكم يشير باستمرار اللعب لمصلحة الهلال. موسى ماريكا، مارتين بي غوميز، حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. تسديدة يا رب، تصويبة، لكن الخطورة تنتهي عند الحارس لأن الحكم الآن يحتسب الخطأ بعد عدم استغلال كرة إتاحة الفرصة، يخرج الكرت الأصفر لمرتكب هذا الخطأ. ركنية إلى داخل المنطقة، كرة بتتخلص من روديجير. نشاهد فرصة في هذه اللحظة، ممكن نشوف حكم المباراة يخرج الكرت الأحمر في هذه اللحظات. على الرغم من تعادل النتيجة، لكن التفوق العددي بعد الكرت الأحمر ممكن يعطي الأفضلية ويجعل الفريق أيضا مرشح لتحقيق الفوز. أعتقد ستلعب بشكل كرة عرضية في هذا المكان، عرضية عند القائم الثاني، لكنها كانت قريبة من حارس المرمى، ينجح في الإمساك بها وينهي الخطورة. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة، بينية فيها خطورة، كان ممكن تشكل خطورة على المرمى، لم تكن بعيدة، واضح المهارة على الطاير. سيزار أزبيليكويتا، كرة تصل لنجولو كانتي. كانتي، لوكاكو يتراجع من أجل الحصول على الكرة، وصلت لبوليسيتش، بيلعبها في الخلف، محاولة لإيجاد ثغرة وإيجاد مساحة. تصدي رائع من حارس المرمى. ركنية تنفذ في منتصف ال 18، حارس المرمى يتصدى للضربة الركنية ويبعد هذه الكرة. محمد البريك، الله على النظرة، عرضية بيخلصها حارس المرمى بدون أي صعوبات.
جورجينيو ممكن هجمه مرتده الان. ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الان بالرغم من التعادل. هجمه مرتده رائعه كادت ان تنتهي بهدف. الله على التحرك السريع، على التحرك المثالي، كره تدرس في المره القادمه ستكون في المرمى. استخلاص الكره في مناطق الخصم. موسى ماريكا، قطع للكرة في الوقت المناسب. تشيلسي ونسبة الاستحواذ الواضحة على الكرة بصورة أكبر في مباراة اليوم. لا أعتقد بأن المدرب راضي عن هذا المستوى وأن الجماهير سعيدة بهذا التفوق في مسألة السيطرة والاستحواذ على الكرة. حتى الآن هذا الأداء أقل من المتوقع ولا يأتي بالفوز لأن لا توجد فرص كثيرة على المرمى وكل ما استمر. يا الله الهدف يأتي، النقص العددي يولد القوة، يسجلون يتقدمون بالإرادة والعزيمة والإصرار على الفوز رغم كل الظروف. تشيلسي يمتلك الأفضلية الآن في النتيجة. إذا دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. في رأيي أداء كم في الشوط الأول جيد جدا ولا غبار عليه. سجل هدف مهم جدا قبل النهاية وخطف التقدم في نهاية الشوط. الهلال يعلن عن انطلاقة الشوط الثاني. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. سلمان الفرج، ياسر الشهراني، تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. ماونت، كريستيان بوليسيتش، كرات ملعوبة، نقلات من تشيلسي الآن ولاعبي في أرضية الملعب. كريستنسن، كانتي يحاول التوغل هجوميا، تمريرة في المساحة الفاضية. كانت رائعة هذه الهجمة، تسلل نعم واضح وقرار سليم، الحماس أيضا لهذه الهجمة والتحرك السريع كان بنتاج عكسية هنا. تدخل جميل من اللاعب كانتي، كرة تصل لكانتي، تمريرة رائعة، كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. يفقد الكرة، تشيلسي يهاجم الآن. كانت محاولة جيدة لكن فقدوا الكرة، ضاعت الفرصة. أنطونيو روديغر، لوكاكو يتراجع من أجل الحصول على الكرة. يا سلام حلوة البينية، هجمة بتضيع بدون أي خطورة. تدخل سليم واعتراض في هذه الكرة. كرة بتتحول إلى رمية تماس. تشيلسي يجري تأخيرا في هذه اللحظات. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. لوكاكو، تمريرة يضرب فيها ظهر المدافعين. خطيرة لكن الراية تعلن عن وجود تسلل. التوقيت هو أهم شيء في مثل هذه اللقطات. فرصة خطيرة ضاعت بسبب توقيت الانطلاقة. ياسر الشهراني،
للخلف من عرضية جميلة. حكم يحتسب ركلة الجزاء بعد لمسة يد واضحة داخل منطقة الجزاء. جوميز سيلعب الكرة. نموذجية نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. لنشاهد معا كيفية تنفيذ ضربة الجزاء. ليس من السهل التقدم لتنفيذ ركلات الجزاء ومواجهة الضغوطات. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. كرة عالية تذهب لحارس المرمى. ياسر الشهراني، سالم الدوسري، يبحثون عن هدف التقدم القاتل في اللحظات الأخيرة، لكن ضاعت المحاولة. كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. حكيم زياش، تمريرة يغير من خلالها جهة اللعب. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. أندري كاريو، باب تيمبي، ضغط عالي جدا في الأمام. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. انفراد صريح بالمرمى، ولكن بتضيع بسبب تسديدة قوية بدون أي تفكير، راحت بعيدة. ما حدث هنا كان كابوس بالنسبة للإنهاء المثالي. التعادل يخيم على اللقاء بعد نهاية 90 دقيقة. الآن نحن على موعد مع انطلاقة الشوط الإضافي الأول بعد 90 دقيقة، كانت مرهقة لكلا الفريقين. كانتي، الآن الكرة مع زياش، والآن خطأ لمصلحة فريق تشيلسي. تفضل مر الكرة. مساعد الحكم يعلن عن وجود تسلل في هذه الكرة. التوقيت مهم جدا لكسر التسلل، الانطلاقة هنا كانت مبكرة. أندري كاريو، ملعوبة الكرة إلى جوميز، يتقدم للأمام. ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. لوكاكو، وصلت إلى جورجينيو، الآن مع لوكاكو. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. كريستيان بوليسيتش، تمريرة كانت قريبة لكن في الأخير تكمل طريقها إلى خارج الملعب. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. إذن دقيقة واحدة محتسبة كوقت بديل. يبعدها من مناطق الخطر. الآن ينتهي الشوط الإضافي الأول والتعادل مستمر بين الفريقين. ضربة البداية، انطلاقة شوط المباراة الإضافي الثاني. ضغط عالي يمارس الآن بقوة على المدافعين.
تياغو سيلفا. استمع إلى هدير المدرجات، صوتهم يعلو فوق كل شيء. التعادل ليس كافيا، لا يرضيهم، يريدون الفوز، يحفزون اللاعبين، التقدم إلى الأمام وخطف الانتصار. لوكاكو، سبع دقائق فقط تفصلنا عن صفرة نهاية الوقت الإضافي. فرصة متاحة للعب العرضية، كرات ملعوبة، نقلات من تشيلسي الآن ولاعبي في أرضية الملعب، لكن خلاص انتهت، ضاعت الهجمة قبل أن تشكل خطورة. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. كانت فرصة لهجمة مرتدة لكن ضاعت في هذه اللحظات. كرة إلى خارج الملعب، ريمي التماس. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. إذا التعادل لا زال يخيم على مجريات هذه المباراة بعد 120 دقيقة، لا بديل على ركلات الترجيح لتحديد الفائز. الآن مع الركلة الترجيحية الأولى، دائما يعتمد المدربون أفضل اللاعبين لمثل هذه الركلات. خلص اللي عليه، سجل في هذه اللحظات، حب يضمنها حب يضمنها، أرسلها في منتصف المرمى. في المرمى هدف فلان، ياخذ نفس، الهدوء مطلوب قبل التسديد. يا الله، الكرة في العارضة، كانت قريبة كانت قريبة. حولها إلى الشباك، يستعد لتسديد ركلة الجزاء. كرة خارج المرمى، تنفيذ سيء جدا من اللاعب. يريد أن يكون البطل، ركلة ترجيح لو سجلها سيفوز الفريق. ينفذها بنجاح، انتهت الأمور، حسم كل شيء.